انا هسالك ثلاث اسئله في العربيه صح. لو جاوبتيهم اشطب هخرج. ده العاب يدي لعبتي. لو ما جاوبتهمش اسبوعين انت شايفه الشارع ولا انا شايف الشارع والشغل في بيتي الشغل مش شغلي. عيب العاب يدي لعبتي عيب. حد فيك السيطره. عايشه. يعني ايه العربيه ما فيهاش الم بويه؟ يعني ما اتدهنتش اصلا. ما فيهاش الم بويه؟ لا اسالني العاب حسيتها عاديه. الم بويه؟ ما قلت لها يا بنتي استنى. ما اتدهنتش ما واحدش سمكري ما اتخبطتش خبطه واحده ما اتخدشتش ما تحطش فيها اي حاجه تدهن او اي حاجه تخص الخدش ما تصلحتش اصلا. يعني فبيكا يعني عربية زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص وما مشيتش كيلوات كتير بالظبط. يعني عربية ما اتهرتش كتير. يعني انت بتقول ايه؟ البتاع اللي بيبقى طويل ده اللي بتقوموا واقفينه كده عشان عربيه وانت موقفه ما ترجعش لورا. ده تاني كده؟ بتاع كده بيبقى بين الكرسيين. بتاع بين الكرسيين ايوه بتدوس عليه انت كده بالظبط تقوم واقفه لفوق. لا ده اسمه هاند بريك. لا ده دبياش. انا بسالك انا قلت بقول لك ده هو البتاع ده اللي بعد ما توقف العربيه كل مره العربيه تيجي ترجع لورا تقوم انت واقفه عشان يثبت العربيه ما ترجعش لورا. ده دبياش. يعني ايه بس؟ ايه؟ اي بي اس دي حاجه في العربيه يعني؟ لا انا اسوقها لكن مش للدرجه دي لسه مبتدئ راعي مشاعري. احنا اتفقنا يعني اي بي اس. اي بي اس؟ لا مش عارف. فكري كملي. جي بي اس بتاع العربيه مثلا؟ الكيلوات اللي بتمشيها؟ الزيت اللي في العربيه؟ امال ايه؟ مش عارف قول انت الاجابه ايه. لا قول. فكري اتعبي شويه. تعبي شويه فكري. مسافات الكيلوات اللي العربيه بتعملها حاجه بتتصلح في العربيه يعني؟ لا هو نظام كده نظام فرامل في العربيه. وانا ايش عارفش انا دوب عارفه الفرامل العاديه. فين الفرامل سنه؟ ايه؟ كنت فين؟ تبقى تحت وانت دايسه جنب البنزين. لو عربيه هقول لك بقى عشان اقول انها حقيقه. لو عربيه اوتوماتيك ما بيكونش فيها الا اثنين بنزين وفرامل. لو عربيه مانوال بيكون فيها ثلاثه بنزين وفرامل وحاجه ثالثه الله اعلم هي ايه. بلاش بلاش شد كده بالظبط. ماشي. يعني ايه فلاشة؟ فلاشة؟ النور بتاع العربيه. يعني ويتنج. ايه؟ ويتنج. ايه؟ ويتنج. العربيه بتاع الزوايا اللي في النص اللي بيكون بين التكييف والتكييفين اللي بتدوس عليه في النص عشان تعمل انتظار العربيات اللي واقع. دي صح. دي هو الوحيده الصح في اللي انت قلتيه. يعني ايه بويت بلدها؟ ايه؟ يعني ايه بويت بلدها؟ بويت بلدها هي بتتكلم عن بلدك وبتتكلم عن العربيه. يعني ايه بويت بلدها؟ يعني العربيه معموله في معموله في مصر نفسها مش جايه من بره. منصبين على الناس يعني ودهننا في البلد وبيقولوا لنا جايبينها مستورد. اكيد يعني. انا اعرف السمكري ويوضعها على البارد. عشان ده كان عندي معلومات. بيقعد يطبل لها كده من ورا عشان تطلع الحته اللي دخلت لجوه دي يفضل يطبل لل يطبل لها ده؟ بيقعد يطبل لها عشان تخرج لبره. ايوه ساعة ما عملنا حادثة حصل كده قاعد يطبل لها. شفت السمكري قاعد على الارض ماسك الباب وعمال يطبل له عشان يخرج لبره. لا ده احنا بنخرج ليه؟ يطبل للباب عشان يخرجوا. اه يطبل للباب وخرجوا. يعني انجكشن في العربية؟ يعني انجكشن دي حاجة في العربية؟ امال حاجة في بيتنا؟ لا انا ما اعرفش اسألني اسئلة عامة عادية. ويعني ايه حرف البي بقى؟ ماشي على خفيف. بيقول لي كابوس ايدك كابوس ايدك كفايه لحد كده خروج مفيش. والى هنا انتهت حلقتنا سيد الافاضل. قفلني يا ابني اللايك والسر والبتاع. عيب الكلام ده. عيب انا ما بقول لك قفلني اللايك والسر يا عم انت. عيب 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 والله بتكلم في كلام قبيح والله.